لها إلا محب زايد أسسها واليوثن وراها داروا على الدانات سبع أبد إلا دار زايد لا تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا محب حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم لآلئ الاتحاد، وكما عودناكم دائما باستضافات متميزة وناجحة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم نحن متواجدون من إمارة أبوظبي وبالتحديد من مدينة العين مع مستثمر ورجل أعمال الأستاذ محمد سعيد الساعدي صاحب مطعم ومطبخ صحراء البادية الشعبية. أهلا وسهلا بك. يا مرحبا وسهلا يا أخوي. في البداية دعنا نعرف سادة المشاهدين بشخصك الكريم. طال عمرك محمد سعيد سالم الساعدي من سكان مدينة العين. بديت طال عمرك في الاستثمار تقريبا من 2016. إذن أستاذ محمد دعنا نتحدث قليلا عن بداياتك وإنشاء هذا المشروع. أكيد في كل بداية يكون هناك بعض التحديات والصعوبات، حدثنا قليلا عن هذه المرحلة. بديت طال عمرك مشروع مطعم مطبخ صحراء البادية بدايات 2016. بدأت فتحت رخصة تاجر بضبي، شكرا للحكومة ودعم الحكومة لنا برخصة تاجر بضبي، واشتغلنا في رخصة تاجر بضبي لمدة تقريبا 3 سنوات أو 2.5 سنين، وبعدها بدينا مشروعنا تجهيز مطعم. فرخصة تاجر بضبي كانت على أساس أنه مشروع منزلي، بس بعد التطور التقدم في المشروع فمضطر أنت تفتح محل. فبدينا وفتحنا أول محل في صناعية العين كمطعم ومطبخ، جاهزين للولائم، جاهزين للوجبات السريعة، جاهزين لأي شيء. إذن أستاذ محمد دعنا نتحدث بتفاصيل أكثر عن أنواع الأكلات والوجبات المتواجدة لديكم داخل مطعم ومطبخ صحراء البادية الشعبي. الأكلات طال عمرك اللي توفر عندنا هي الأكلات الإماراتية بشكل عام، محلة زايد، الهريس، المندي، المضبي، بالإضافة إلى الأكلات اليمنية اللي هي مثل السلتة، الفحسة، العقدة الدجاج، الخبز بشكل عام اليمني موجود عندنا. فالوجبات اليمنية والوجبات الإماراتية شبه متقاربة، ونحن تخصصنا تخصص واحد هو الأكل الشعبي بشكل عام. نعم، ومستعدين بعد الولائم والعزايم، فهذه متوفرة لدينا ونحن جاهزين لأي عزيمة أو لأي مناسبة نوفر. إذن بالحديث عن التنافسية الشديدة داخل دولة الإمارات، أين ترى هذا المطعم بعد فترات من الزمن، وما هي الخطط المستقبلية التي تضعها لتطوير هذا المكان؟ الخطة الله يطول في عماركم وعمار شيوخنا. الخطة طال عمرك أن بعد 10 سنوات يكون عندي في كل إمارة فرع، وتطور من الفروع اللي في دولة الإمارات إلى خارج دولة الإمارات.
إذن النجاح دائما ما يأتي بشكل فردي وإنما يأتي بشكل جماعي. من هم الأشخاص الذين كانوا إلى جانبك وساندوك في بداية إنشاء هذا المشروع؟ اللي وقفوا معي طال عمرك في المشروع أول شيء دعاء الوالدين الله يجزاهم خير، وبعد الوالدين الله يطول في عمارك عندنا الشباب اللي موجودين معانا من الداعمين لي، أولاد عمي، أصحابي الخاصين، عندي شخص خلف الكواليس أبو محمد هو الداعم الأول لي في موضوع المطعم. إذن ما هي النصيحة المقدمة إلى الشباب والشابات المتواجدون داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؟ النصيحة للشباب في بلدنا الله يطول في عمار شيوخنا ما مقصرين، مسوينا صندوق خليفة دعم مشاريع الشباب، مسهلين لنا الأمور في التنمية الاقتصادية، مسهلين لنا في الرقابة، فأي مشروع ناجح ولكن يحتاج دراسة، مش أنا جيت بفتح مشروع ونجحت على طول، لازم أدرس له المشروع، لكن ما في مشروع في الدنيا هذه كاملة مش ناجح، كل مشروع ناجح ولكن يحتاج دراسة، وما في أسهل عن الخطوات اللي ناخذها في دولة الإمارات للنجاح. الدولة موفرة لنا كل شيء وفاتحت لنا الأبواب، والحين دخل عندنا التسويق الإلكتروني، ف90% من البزنس الحين التسويق الإلكتروني، فأي مشروع ناجح ولكن يحتاج دراسة صحيحة. إذن وبالحديث عن هذه الدولة السخية والكريمة لا يمل الحديث عن دولة الإمارات العربية، ما هي الرسالة التي يوجهها الأستاذ محمد إلى جميع قادة وحكام وشعب وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة؟ الرسالة الله يطول في عمرك، الله يحفظ شيوخنا والله يحفظ بلادنا من كل مكروه، بلادنا ما قصرت عندنا ونحن ما بنقصر عندها في أي شيء، نفداها كل وقت وفي كل زمان. دولة الإمارات تأسست وأنجزت في نفس الوقت في فترة بسيطة العمران والتطور والإنجاز حدث لشعبها. أشكرك أستاذ محمد السادي على هذا اللقاء الجميل، سررنا اليوم بلقائك وكونك ضيف عزيز في قصة نجاح جديدة معنا في برنامج لأهل الاتحاد. جزاكم الله خير وما قصرتوا ويعطيكم العافية. أعزائي المشاهدين، لقد كانت هذه نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم.